دشنت البنوك السعودية بمدينة الرياض ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية حملة التوعية 9 تحت شعار مو علينا، لتعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع وعملاء البنوك بوجه خاص تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي. نشاهد هذا التقرير ونعود لكم. يا هلا، جهزت لك 3 عروض وظيفية، كل واحد منهم أفضل من الثاني، بس ادفع 2000 ريال ومبروك عليك الوظيفة. لحظة، العروض هذه مو علينا لأنها وهمية. لاحظوا معي، ما في شيء حقيقي، يحاولون يخدعونا ويحتالون علينا. لازم نحرص ما نوكل شخص مثل هذا بأمورنا المالية اللي تحتاج ثقة. دقق في التفاصيل ونكون حذرين. ولا نساعد مجهولين على تحويلات مالية ما ندري وش وراها، أو نتجاوب ونعطي معلوماتنا البنكية لأحد يحاول يقنعنا بتحويلات مالية بمقابل مادي مغري. أي أحد يحاول يحتال علينا نقول له مو علينا. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك. مرحبا أستاذ طلعت. أهلا أختي روان وبالأستاذ المشاهدين، مرحبا بك. حياك الله. مو علينا لتعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع وعملاء البنوك، نحب نعرف أكثر إيش الأشياء اللي راح توعي فيها مو علينا؟ طبعا هي الحملة في أساسها الاسم العريض لها لا تفشيها، والشعار اللي استخدمناه السنة مو علينا. هتقولي لي ليش لا تفشيها بالضبط؟ لا تفشيها، معظم ما رسل حقيقة من عمليات احتيال هو من إفشاء معلومات، إما معلومات بنكية أو معلومات شخصية لآخرين. وبالنسبة مو علينا، في البداية كنا نحن نستخدم حقيقة، يعني في السنوات الأولى للحملة بدأنا في عام 2009 كنا نستخدم رسائل مباشرة، احذر، لا تسوي، لا تعمل، وكانت حقيقة فيها نوع من الاستفزاز، يعني ما لأن احنا كل حملة كل عام نقيمها ونشوف إيش الإيجابيات وإيش السلبيات. واقترح علينا ان احنا خليها تجي من نفس الشخص، انه مو علي احد يحتال علي، مو علي احد ينصب علي، لان تكون اكثر استيعابا ويكون فيها ملكيه للرساله ان صح التعبير. طبعا السنه هذه عندنا 4 رسائل مهمه، طبعا وسائل الاحتيال كثيره لكن ما نقدر في حمله نضمن كل هذا، حيصير نوع من يعني خلط الاوراق. صحيح. عندنا 4 مشاكل. طبعا حتقولي طلعت من فين بتجيبوا هال، نحن بنراقب على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي وبنستخلص الرسائل اللي هي فعلا حالات الاحتيال اللي تكررت. اعطيك مثل اليوم، وان كانت ما هي ظاهره لكنها موجوده، تلقي واحد عند صراف الالي منتظرك، انت ساعه ما بتستخدم الصراف هو بيجيك بيقول لك والله انا عندي المبلغ هذا خذيه اخت روان، انا والله ما اعرف استخدم الجهاز، يخلق لك قصه كستم بس انت حولي المبلغ هذا. طبعا انت بحسن نيه وكذا وطيبه ومساعده تاخذ الفلوس وتحول المبلغ. طبعا الاشكاليه كالتالي، اما هذا اللي محول مطلوب من العداله وما يبغى يظهر في الصوره من خلال حسابه، او بيحول لجهه وهذه الطامة الكبرى لا ما نعرف ايش هي، مجهول، مجرم، منظمه ارهابيه كذا، وبالتالي في الامور هذه يعني حذرنا عدم مساعده الاخرين من تحويل من حسابك. طيب اخترعت ايش اللي حيحصل؟ اللي حيحصل لو بكره لا سمح الله عمليه غسل اموال، تبييض اموال، السلطات الامنيه حترجع طبيعي في تحريات، حتلاقي من فين دخل المبلغ ولا مؤاخذه ومن فين خرج، وبالتالي ستطال اللي هو تعاون مسؤوليه، قد يكون العقاب مختلف، نتفهم ده باعتبار حسن النوايا. النقطه الثانيه اللي هي الوكالات، الوكالات الماليه حساسه. انا ما عندي مانع امنح وكاله ماليه بس تكون محدده الاغراض وتكون لوقت معين وتنتهي بانتهاء الغرض ولناس ثقه. اللي بيحصل كثير في الوكالات ان الواحد بيعطي وكاله مفتوحه زي ما يقولوا الغرب open ended، وبالتالي ممكن اللي توكلتيه يبيع الاول والتالي، وحصلت هذه كيسات حقيقيه نحن نتكلم عنها. فبالتالي نحن ما بنقول ما تمنح وكاله تمنح، ولكن لناس موثوق فيهم تكون محدده الاغراض ولوقت معين. طيب الوظائف الوهميه، يجيك ايميل من هنا، يجيك اتصال من هنا، والله عندنا عرض وظيفي يا
يا روان بس تدفعينا رسوم 1000-2000 ريال ونحن بنوظفك. للأسف إنها بتأتي من بلاد هم بيعانوا من البطالة، وبالتالي هو بياخذ رسومك ورسوم غيرك وبعدين ندور عليه لا تلاقي ايميل ولا تلاقي اي حاجه. الرساله الاخيره على السريع انه حين بتصلك احد بيقول لك والله انا ابغى شويه معلومات مش عارف ايه، يعني هعطيك جائزه هعطيك، وطبعا هي كلها احتيال لا جائزه ولا شيء، كلها سحب معلومات لاستخدام لاغراض غير سويه. طيب جميل، يعني ثريه جدا الحمله ما شاء الله، في اربع محاور جدا حساسه، لكن لفت انتباهي التوعيه بالمخاطر في موضوع اللي هو التوظيف، يمكن يبدو مغري للشباب انه صحيح. ممكن، لكن كيف ممكن الاحتيال؟ هل هو الاحتيال بالرسم او في رسوم ماديه؟ هي زي ما قلت لك بتجيك يا مكالمه او بريد الكتروني بيقول لك والله انا عندي عرض وظائف، وبغريك طبعا بالوظيفه، بس بقول لك عشان اعطيك العرض الوظيفي ادفع لي رسوم التوظيف على ما قالوا. طبعا في 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 الوضع الطبيعي اللي بينطلب للوظيفه هو ما يدفع رسوم، اللي بيدفع الرسوم اللي هو طالب الوظيفه كشركه ومؤسسه، هذول بيسموهم هيد هانترز. الهيد هانترز دول مكاتب التوظيف اللي مكاتب مرخص طبعا موجوده، لكن ما تاخذ منك انت يا روان، تاخذ من الجهه اللي هي طالبه الوظيفه طالبه روان. فمعناته اليوم ما بيقول لك انه يعطيني رسوم معناته فيها ان هذا واحد. النقطه الثانيه معتمد غير مرخص يجيك من اخر الدنيا ويقول لك والله كذا، في بلاد هي بتعاني اساسا من بطاله يعني مطلقه على ما قالوا، وبالتالي هذه كلها انذارات بانك انت لا تتكلم مع اي احد، لا تاخذ عرض وظيفي من احد، لا يعني يصير اللعاب ولا مؤاخذه وانت ما انت عارف هذا المكتب مرخص او غير مرخص. طيب لو بسالك عن يعني المملكه واحده من اقل الدول اللي في سجل التحايل والعمليات المصرفيه، لكن لو بنذكر اكثر الاشياء هذه ذكرتها، هل في شيء غيره منتشر عندنا يحتاج الناس توعي؟ في حاجه والله نحن نتالم لها ونعتبرها مشكله كبيره، تسديد المديونيات. اليوم انت بتشوفيها، اول كانت في اجهزه الصرف الالي، وحتقول يا طلعت طيب انتوا ليش حاطين عند زله؟ طبعا ما يخفى عليك انه نحن عندنا اكثر من 15 مليون عميل، وبالتالي اجهزه الصرف الالي ما في يوم ما حد يمر عليها او في الاسبوع، وبالتالي بالنسبه لهذول ابو فلان تسويق مهم، نقطه تسويق مهم. الان لجأوا للاسف لاعمده الكهرباء للشجر، اليوم انتهى بها الامر الى حسابات تويتر. اليوم يا اخت روان في 458 الف حساب تويتر يروج ويسوق لتسديد المديونيات. طب مين يراقبهم هذول في تويتر ويتابعهم؟ طب واحد من الحسابات حوالي 1,400,000 متابع. طيب هنا في جهه تتابع وتلاحق يعني الاحتيال المالي اللي يصير على تويتر؟ طبعا طبعا مين؟ طبعا يعني في طبعا هي وحده التحريات الماليه بوزاره الداخليه، طبعا هي يعني عملها عمليه مكافحه غص الاموال مفهوم، لكن هي برضها كجهه امنيه لو احد اعطاها رقم معين او كذا او كذا هي بتتابع طريقتها. بس المشكله طبعا يعني ولا مؤاخذه هذا فضاء واسع، انا ما بقلل من جهودهم ولا اقول صعب، لكنه فضاء واسع. انا اقول لك ايش الحل من الاخر بطلع. الحل انه انا وروان ومحمد وزيد وعمر من الناس ما نتعامل مع هذول، نحن لو ما تعاملنا معهم صدقيني حيختفوا تدريجيا لانه ما حل اقولهم سوء. المشكلة ما أقول لك واحد من الحسابات ما يفوق 1.4 مليون متابع، معناته أن لهم سوق ولهم رواج. يعني وهذا نعم يعني بالآخر التعاملات المالية يفترض أنها تكون حذرة جدا وبأشخاص ثقة، ولا تكون يعني متاحة لأي مع أي أحد. أنا بسألك إيش معنى رقم سري؟ نسأل السادة المشاهدين، سري يعني حتى تحفظه عن ظهر قلب. ما أنت عارف أنه موظف البنك لا يحق له أن يسأل رقمك السري؟ وحتى لو تلاحظ بتدخل رقمك السري هو يحاول يتوارى انه ما يشوف رقمك السري. اذا يعني من اهم واخطر المعلومات التعاملات الماديه يفترض نحافظ عليها. اشكرك جزيل الشكر استاذ طلعت حافظ، الامين العام للجنه الاعلام والتوعيه المصرفيه بالبنوك السعوديه. شكرا لك.